نستكمل ما بدأنا. أخذنا الشق الأول إحنا من المقرر زي ما ذكرنا، اللي هو الإدارة ومفهوم الإدارة والوظائف الإدارية المختلفة. نستكمل اليوم اللي هو الشق الثاني، اللي هو منظمات أو تعريف المنظمات ومنظمات الأعمال والتحديات التي تواجهها، كما أننا سنتحدث عن أشكال منظمات الأعمال في الفصل الثالث، وأيضا سنتحدث بعد ذلك عن وظائف المنظمة المختلفة أو وظائف منظمات الأعمال، من وظائف إنتاج وتسويق وإدارة موارد بشرية إلى آخره. طيب، تعريف المنظمة، ماذا تعني كلمة منظمة؟ طبعا كلمة منظمة تعني تنظيم، تعني مجموعة لها تنظيم معين أو لها خصائص معينة، أو هي تعمل ككتلة واحدة. طيب، في نهاية التنظيم هذا إيش المطلوب؟ المطلوب هو هدف واحد. ما هو الهدف المطلوب في النهاية؟ هذا الهدف هو هدف هذه المنظمة، وهو الهدف هذا التنظيم. طبعا هو كيان اجتماعي، أي منظمة هي كيان اجتماعي، ما عمرك تشوف منظمة من فرد واحد، لابد يكون كيان اجتماعي منسق بشكل معتمد، يعني شكل معتمد اللي هو تنظيم، رئيس مجلس إدارة، موظفين تحته اللي هي التسويق وإدارة الموارد البشرية وإلى آخره، له أهداف، الأهداف تنبع من الرؤية والرسالة الرئيسية الخاصة بالمنظمة. كما تعرف المنظمة أيضا على أنها كيان اجتماعي هادف، هذا ملخص جدا، كيان اجتماعي هادف يمثل نظاما تتم هيكلة نشاطاته بشكل متعمد وله حدود يمكن تمييزها. وهذا يعني أمر يعني تقريبا ملخص للتعريف السابق. بعد كده تعرف أيضا على أنها وحدة اجتماعية من الناس نظمت بشكل منهجي وتمكنت من تلبية حاجة أو تحقيق هدف أو أهداف جماعية طويلة الأجل. طبعا الأهداف طويلة أو قصيرة الأجل هي في النهاية أهداف، وهي التي تسعى المنظمات لتحقيقها دائما، بحيث أن تكون جميعها لها هيكل إداري يحدد العلاقات بين الوظائف والمناصب ويقسم الأدوار والمسؤوليات والسلطة للقيام بمهام محددة، وتتأثر المنظمات وتؤثر على البيئة داخل خروجها وداخل حدودها وخارجها. تؤثر المنظمات على البيئة الخارجية، نعم، نقول مثلا مورد بيورد حديد، أتعطل المورد هذا في التوريد، إذن أثر على البيئة الخارجية، حصلت مشكلة في نقدر نقول على سبيل المثال في تقسيم مثلا الأراضي في الأمانة مثلا، وتوقفت تصاريح البناء، إيش حيصير في المصنع هذا اللي بيورد حديد؟ حيصير عنده تكدس، إذا يتأثر. فطبعا تتأثر المنظمات بالبيئة الداخلية والبيئة الخارجية لها. خصائص المنظمة، أربع خصائص أساسية للمنظمة، هي كيان اجتماعي مكون من أفراد وجماعات، لا يمكن أن تكون منظمة معتمدة على شخص واحد. ثانيا، الهدف الرئيس من وجود المنظمات هو تحقيق أهداف مشتركة، هناك أهداف مشتركة، حتى لو الهدف الرئيسي للمنظمة مثلا تحقيق أرباح وتوسع إلى آخره، لازم الأشخاص الممارسين يكونوا أيضا ملمين بنفس الأهداف وعندهم الرغبة في تحقيق هذه الأهداف. توضع الأهداف المراد تحقيقها لهذه المنظمات مسبقا وتقيم كل فترة زمنية. أنت وضعت الأهداف والرؤية والرسالة الخاصة بك وخطة العمل الخاصة بك، وبعد كده تبدأ تقيم هذه الأهداف وهذه الرؤية والرسالة بشكل نصف سنوي أو بشكل سنوي،
أخيرا لكل منظمة حدودها التي تميزها عن الآخرين. نبذة عن أهمية المنظمات. أهمية المنظمات هي الشكل السائد في المجتمعات هذه الأيام. ما تجد، يعني ما بقول لك ما تجد أشخاص فرديين بيشتغلوا لوحدهم، لا، الآن أصبح العمل جماعي. أصبح جميع الشركات، حتى أغلب الشركات الصغيرة اللي كانت موجودة في السابق، أصبحت تتحد في سبيل أن تنشئ شركة كبيرة تكون منافسة وتكون قوية في الأجواء التنافسية الحالية. تزداد كفاءة وفعاليات المنظمات بزيادة التنظيم الإداري الداخلي للنشاطات، بحيث يتم تقسيم العمل والجهد بالتساوي. ذكرنا أهمية التنظيم، وقلنا من أساسيات التنظيم إنه أساسيات التنظيم إنه يسعى إلى توزيع الجهود، ويسعى إلى تقليص الجهد وتقليص العمل وتوزيعه بالتساوي على الجميع، وتقليص الجهد إلى أقل حد ممكن. يتم تقسيم العمل والجهد بالتساوي. وبالنظر إلى أهمية المنظمة، فإنها السبيل الأسهل لإنجاح الأعمال المشتركة بين الأفراد. التحديات التي تواجه المنظمات، عندنا 5 تحديات أساسية: المنافسة، تصميم المنظمة، تحفيز العاملين، السرعة، وتكنولوجيا الاتصالات. المنافسة، في فترة من الفترات السابقة كان الشخص أو اللي بيبيع الفول اللي جنب بيتك هو شغال لوحده، ما عنده أي منافس. الآن أصبح وضعه مختلف، أصبح وضع الشخص هذا مختلف، لأنه كان أصبح الجميع بينافسه. أصبحت بعض الشركات العولمة، الانفتاح العالمي الخارجي، كل هذا الكلام أصبح موجود بالنسبة له، وأصبحوا منافسين. أصبح مش المطعم اللي مو جاره اللي فتح جنبه مطعم هو اللي بينافسه، لا، من جميع أنحاء العالم المنافسة موجودة. طيب، قلنا اختلف الجو التنافسي، منظمة التجارة العالمية أثرت بشكل كبير على هذا الموضوع. أما الآن فجميع المنظمات تتأثر بما هو موجود على مستوى العالم، حيث أن العولمة جعلت العالم يتأثر بعضه ببعض في جميع المجالات، وخصوصا المنظمات. نجد أغلب المنظمات لها فروع على مستوى العالم، وتؤثر وتتأثر بالبيئة الداخلية للدول التي تكون لها فروع فيها. ثانيا، السرعة. عنصر السرعة الآن من العناصر الأساسية التي تسعى منظمات الأعمال للعمل الجاد للوصول إليها، السرعة الإنتاجية. طيب، السرعة الإنتاجية هذه إيش تؤثر؟ تؤثر كثيرا في الجودة. طبعا، وفي الوقت الحالي نجد كثير من المنتجات، صحيح بتطلع من شركات مرموقة وعالمية وعلامات تجارية معروفة، ولكن الجودة فيها بتكون، يعني فيها ضعف، في خلل في الجودة. عشان كده أنا جبت ثالثا الجودة. في السابق كان التوجه العام هو توفير السلعة بالجودة الفائقة التي يكون من الصعب تقليدها. أما الآن خطوط الإنتاج السريعة اللي أصبحت بتنتج منتجات سريعة وبشكل نمطي، أصبحت تؤثر على جودة هذه المنتجات. ذكرنا الجودة بعد ذلك، لأن الجودة مهمة جدا، تعني تميز المنتج أو الخدمة وجاذبيتها للعملاء، وخلوها من العيوب واستمرارها لوقت طويل بذات المستوى. أنت تسعى دائما إلى تحقيق الجودة المطلوبة، حتى لو أنك سعيت إلى عملية السرعة عشان تواجه التحديات الموجودة، وبتحاول تعمل خط إنتاج سريع جدا، فأنت على هذا الأساس أنت بتسعى إلى، يعني، تقوية مكانك في السوق، بس ما تبغى تقوي مكانك في السوق وتأثر على منتجك أو على جودة منتجك. الجودة مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات أو للمنظمات أو للمنتج، وتقاس من خلال الأداء، الأبعاد المختلفة للخدمة، إمكانية الاعتماد عليها، وأخيرا مطابقتها للمواصفات.
يا شباب الصوت واضح؟ شباب لازم تحطوا السماعة أو تعلوا صوت السماعة، لأن السماعة اللي في اللابتوب دائما ما تكون يعني ما تكون جيدة في العمل. رابعا التطور التكنولوجي، على الشركات المواكبة الدائمة ومحاولة السعي وراء كل ما هو جديد ومتطور في عالم التكنولوجيا. التطور التكنولوجي هو من أهم المخاوف التي تواجه المنظمات الآن. كثير من المنظمات تأثرت بالتطور التكنولوجي بشكل رهيب. لازم تسعى وراء التطور التكنولوجي، لازم يعني تنافس بهذا التطور. الإيميلات موجودة، أنشطة المعاملات الإلكترونية موجودة، التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني موجود. هذه كلها لابد أنك تواكب هذا التطور. لو ما واكبت هذا التطور حيأثر عليك في سرعة تلقي المعلومات. الآن أصبحت المعلومات كلها يعني أو أغلب المعلومات، كم كبير من المعلومات يتم انتقاله عن طريق الإنترنت وعن طريق الكمبيوتر. بطبيعة الحال لو تخلفت أنت عن وجود هذه التقنية وهذه الثورة التكنولوجية عندك في المنظمة، ستؤثر بشكل سلبي على كل ما هو موجود في منظمتك، وستؤثر على سرعة العمل، وتؤثر على سرعة انتقال المعلومة، وتؤثر على سرعة الإنجاز. يعني تخيل شركة بدون إيميلات الآن، مشكلة كبيرة. يعني صعب جدا التواصل والتعامل بدون إيميلات في الوقت الحالي. طب تخيل شركة بدون موقع إلكتروني، أنا بدور على منتج والشركة هذه أنا عارف منتجاتها طيبة، لكن ماني لاقي الموقع الإلكتروني حقها. خلاص بكيفه، ما حبحث، يصير اشوف اي منتجات اخرى. طبعا مع الجو التنافس الموجود، اثر ذلك على اثر ذلك على يعني على بعض الشركات، وانه فعلا تاثرت بعدم وجود مواقع الكترونيه لها او تواصل الكتروني مع المستهلكين. خامسا إدارة المعلومات والأفكار، وبرضو أمرين متعلقين ببعض، اللي هي إدارة المعلومات. من الجوانب المهمة جدا في الشركات الآن، اللي هي السيرفرات وتخزين المعلومات وتحليلها وطريقة استخراجها، طريقة التعامل معها. هذه كلها جوانب مهمة في الشركات الآن. طبعا جميع الشركات عندها سيرفرات وعندها طريقة لتجميع المعلومات، لكن ليست كل الشركات تعمل بالطريقة الأكفأ لتحليل هذه المعلومات أو لتجميع هذه المعلومات أو لتخزينها. فبطبيعة الحال الشركات لابد تسعى أن تستفيد من هذه المعلومات، لأنه الآن إحنا في عصر المعلومات بتنشر بفلوس. الشركات الآن بتبيع المعلومات، بعض الشركات بتروح تشتري المعلومات وتحللها على شكل تقارير وبتبيع هذه التقارير للشركات الكبيرة. فلا بد يكون في إدارة للمعلومات، وفي المقابل أيضا تطوير الأفكار الريادية اللي موجودة في المنظمات. هذا أمر مهم جدا. تطوير المقترحات، النظر إلى من هم يعملوا في نفس المجال. يعني انت لا تستهون بشخص في خط الانتاج، لانه الشخص هذا ممكن يكون عنده مقترح يغير لك شكل خط الانتاج ويسرع لك الانتاج بشكل افضل. فلا بد انه الافكار تراعى اللي موجوده داخل المنظمه، ولا بد انه تسعى الاداره الى تطويرها الدائم. سادسا التكلفه، وهي تحديد السعر الذي يحقق الربح في ذات الوقت يكون مقبولا. برضو لابد انك تسعى الى المحافظة على التكلفة، لان المحافظة على التكلفة تؤدي بك الى الانتاجية، تؤدي بك الى الانتاجية المرتفعة. وبناء على انتاجيتك المرتفعة حتصل إلى سعر أقل، حتصل إلى جودة أفضل، وحتصل إلى تكاليف أقل.
وحتصل إلى جو تنافسي أعلى أو مكان تنافسي أعلى. طيب، عرفنا التحديات، نبغى نعرف كيفية التغلب على هذه التحديات. أولا، الإلمام التام بسعة السوق وكفاءة المنافسين وكيفية مقارعتهم. مهم جدا أن تعرف المنافسين، ومهم جدا أن تعرف كيف يعني كيفية دخول السوق وكيفية مقارعة المنافسين. ثانيا، الأهداف الموضوعة للمنظمة لابد أن تكون موضوعية وواضحة جدا. يعني أبغى أحقق مبيعات بـ100 ألف ريال نهاية السنة، خلاص مبيعات بـ100 ألف ريال، خلاص هذا هدف. الهدف الآخر إنه التكلفة لا تتجاوز 50 ألف ريال، هذا هدف آخر. فلا بد إنه نسعى على تحقيق هذين الهدفين بما يتوافق مع الهدفين 100 ألف و50 ألف. ثالثا، معرفة القدرات التمويلية للمنظمة ومصادر التمويل مثل البنوك. طبعا لازم تعرف من أين يمكن أن تتمول الشركة، ومن أين يمكن أن تمول الشركة رابعا، الانتقاء الدقيق لرأس المال البشري من حيث المهارات اللازمة، فلا يكون أقل ولا أعلى من المستوى العلمي والمهاري المطلوب في المنظمة. لا يكون مستوى المهاري سيء أو ضعيف، ولا يكون عالي. لما يكون المستوى المهاري عالي هيكلفك تكلفة كبيرة وما لك احتياج فيها، ولما يكون ضعيف هيضيع لك العملية الإنتاجية كلها. خامسا، الاهتمام بتطوير العنصر البشري. عمليات التدريب أو النشاطات التدريب المختلفة وورش العمل التي تقام في الشركات، هذه برضو أمور جدا مهمة للموظفين وللعاملين في المنظمات. مواكبة التطور التكنولوجي السريع، على سبيل المثال المعاملات الإلكترونية، وهذا أيضا ذكرناه. يعني لابد نستخدم دائما ما هو حديث في النوع. يعني نزلت الآن تطبيقات الجوالات، لابد أن الشركات الآن تسعى إلى التطوير أو تسعى إلى تطوير تواصلها الإلكتروني. والآن بنلاقي شركات كثيرة جدا بتسعى إلى التطور التكنولوجي ومواكبة العصر اللي احنا موجودين فيه. بعد كده عندنا يعني لابد المعرفة التامة بقدرة الموردين للسلع والمواد الخام وتطوير العلاقة معهم باعتبارهم شريك استراتيجي. الآن المورد أصبح شريك استراتيجي، ما أصبح زي ما هو مورد أخبي عليه أنا أنشطتي وأخبي عليه خططي وأخبي عليه. لا، لابد يكون شريك في الخطة الاستراتيجية، لأن المورد هو اللي بينفعني في عملية توفير المادة الخام وتسهيل العملية الإنتاجية حقتي. التحديد الدقيق للمستهلك المستهدف مهم جدا، هذا من نشاطات التسويق، إنك تحدد المستهلك المستهدف. تطوير وتحفيز الأفكار الغير مسبوقة والابتكارات الجديدة ومحاولة دعمها ماليا أو ماديا ومعنويا. التعامل السليم مع الانفتاح العالمي والتجارة الدولية. وأخيرا، محاولة إيجاد ميزة تنافسية لتقوية وضع المنظمة. لابد تعرف أن الوضع الآن أصبح مفتوح للعالم كله. السوق الآن لم يعد كالسوق السابق، اللي البقالة اللي موجودة جنب البيت خلاص ما في أحد ينافسها إلا البقالة اللي في الشارع الثاني، وكل واحدة لها سوق ولها مستهلكين. الآن لا، اختلف الوضع. لابد أن تبحث عن لك عن ميزة تنافسية واحدة أو أكثر لتقوية وضع المنظمة، وهذا اللي أغلب الشركات الآن بتسعى إليه عن طريق وضع علامة تجارية وتقوية هذه العلامة التجارية بميزة تنافسية. طيب يا شباب، بكده إحنا انتهينا من الجزء، جزء منظمات الأعمال الخصائصة. نتكلم بعد كده عن أشكال منظمات الأعمال. في أي سؤال يا شباب؟ طيب يا شباب، إحنا بالتأكيد هيكون عندنا محاضرات بعد الإجازة، لأنه ما انتهينا من المنهج. هيكون عندنا إن شاء الله محاضرات بعد الإجازة، اللي هو نعوض فيها
بقية الفصول اللي ما درسناها؟ غالبا اثنين حتكون، يعني انتوا تابعوا بعد الإجازة، تابعوا السنترا، وإن شاء الله يعني احنا كمان حنضيفها في الموقع، حنعمل إعلان عنها في الموقع إن شاء الله. طيب والله يا ماجد، بالنسبة للأيام ما هي في يدي، الأيام هذه عن طريق يعني هي غالبا حتكون في نفس الأيام هذه يا شباب، غالبا حتكون في نفس الوقت، هي غالبا جميع المحاضرات حتكون في نفس وقتها، ما حيكون في تغيير الأوقات. بعد كده عندنا عن أشكال منظمات الأعمال، عندنا منظمات عامة، منظمات خاصة، منظمات مختلطة، ومنظمات تعاونية، ومنظمات دولية. نشوف الفرق بينهم. المنظمات العامة تتميز بأنها منظمات خدمية تسعى إلى تطوير، لا يا بدر ما في الكتاب صغير، ما في أي صعوبة وما في أي حاجة محدودة، تسعى إلى الرقي بمستوى الشعب، وتسعى إلى تطوير خدمة الشعب، الأحوال، الجوازات، الجيش، الداخلية، هذه كلها منظمات عامة تسعى إلى خدمة الشعب داخل الدولة، وتعتبر ملكيتها ضمن الملكية العامة. وتتكون هذه المنظمات، عندك الوزارات والمحافظات والإدارات العامة كإدارة الجوازات وإدارة الأحوال. طبعا هذه المنظمات مستحيل إنها تكون منظمات خاصة تسعى إلى الربح. عندنا بعد كده النوع الثاني اللي هو المنظمات الخاصة، اللي هو يعرف بالقطاع الخاص، الذي يعود ملكيته إلى شخص أو مجموعة أشخاص، هي ملكية خاصة تسعى دائما إلى تحقيق الربح والنمو، تمارس جميع الأنشطة بخلاف الأنشطة التي تعود ملكيتها إلى المنظمات العامة وبخلاف الأنشطة العامة. ثالثا المنظمات المختلطة، وهي منظمات أو شركات على مستوى كبير، لها تداخل بين المنظمات الخاصة ومنظمات القطاع والدولة، تشارك الدولة بنسبة في حصتها في حصص هذه الشركات، ويشارك المستثمرين في الحصة الأخرى. طبعا ليش هناك منظمات مختلطة؟ هذه المنظمات حجمها كبير جدا، تكلفتها عالية وتكلفة إنشائها عالية، فطبعا يكون في مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أو يكون مشاركة بين الدولة والقطاع الخاص. هذه الشركات لها خصوصية معينة، تخدم الاقتصاد العام بشكل كبير، تخدم اقتصاد الدولة بشكل كبير، تسعى الدول إلى دعم هذه الشركات دائما، لأنها تعتبر سيادة اقتصادية. بعد كده المنظمات التعاونية الخيرية، زي منظمة جمعية البر، هيئة الإغاثة، جمعية حقوق الإنسان، هذه كلها منظمات تعاونية خيرية تسعى أو عندها أهداف اجتماعية وصحية وبيئية وخيرية، وبعض الأحيان سياسية. تتميز أهدافها بخصوصيتها، وهي أنها تهدف إلى العمل الخيري وتعمل في جميع المجالات والنشاطات للوصول إلى هذا الهدف. طبعا دام أنها تعمل في هذا المجال، إذا لا تبحث عن الربحية أبدا، حتى لو أن أحد أهدافها البحث عن الربحية، وذلك في سبيل حيكون في سبيل تطوير العمل أو عمل الخيري اللي أنشئت على أساسه هذه المنظمات. أخيرا المنظمات الدولية، وهي المنظمات التي تخدم عبر الحدود الدولية، بمعنى أنها تخدم في دولتها الرئيسية وتخدم أيضا في دول العالم الخارجية. عندنا منها هيئة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، مجلس جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الإسلامي، هذه كلها منظمات دولية، منظمات تعمل على نطاق دولي كبير، على نطاق الدول، وتسعى إلى تطوير أولا العلاقة بين الدول، وتطوير الاقتصاد، وتطوير الحياة عامة، سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية في الدول الأعضاء. 5 أشكال للمنظمات: منظمات دولية، منظمات خيرية، منظمات مختلطة، منظمات عامة، ومنظمات خاصة. إذا في أي سؤال يا شباب أنا حاضر، ما في، إحنا نكون انتهينا إلى هذا الحد اليوم.
أقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وحنلتقي بكم إن شاء الله بعد الإجازة. نعم بنفس اليوزر، لا ما حيتقفل إن شاء الله، دام إنه حينزل لكم الشعب، إذا حتكون موجودة بمشيئة الله، وحيكون مفتوح لكم اليوزر. طيب يا شباب، أتمنى لكم التوفيق، ونراكم بمشيئة الله على خير. في أمان الله، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير جميعا.